صار لك فترة متضايق ومالك عم تحكي مع حدا ودائما ساكت، شو القصة؟ الكل حاسين انك عشقة، بس ما تكون مشكلتك العاطفية صعبة. بتعرف يا شاب، الناس مالهم محظوظين مثلك انت ليلاقوا حب حقيقي وليعيشوا معه حياة حلوة. انت كتير محظوظ لانه البنت اللي بتحبها تزوجتها. ما كنت صدق هالكلام ابدا، بس هلا صدقت. عن جد هالشغله اسمي ونصيب، ما انا بايدنا، ربنا، ربنا بس بيختار هالشي. نحن ما فينا نغير شي. يمكن لهيك اللي منحبهم بيكونوا قريبين بس ما بيكونوا مكتوبين إلنا بنو، واللي بيكونوا مكتوبين إله هو شخص كتير بعيد بس ربنا كاتب إنه هن يكونوا لبعض. غريبة والله، ما هيك؟ شاب إن شاء الله ما أكون نطرتك كتير هون يا ابني. لا يا عمي، يلا يلا تفضل تفضل. سوني ليش تأخرت كل هالشي يا ابني؟ المفروض إنها تكون وصلت من زمان. ماما ما في داعي تاكلي هم وتقلقي، بيتنا بعيد عن المستشفى وطبيعي تاخد وقت لتصل. ابني لأنه ابني انت ارتاح شوي، بدي اشوف وين صارت سوني وبرجع بعدين. مرت عمي آسفة لأني تأخرت. بشو بيهمني أسفك هاد يعني؟ هاتي عطيني الأكل. انت ارتاحي، أنا اللي بدي طعميه لابني. أصلاً انت ما في داعي لإلك أبداً، تركيني مع ابني. ماشي دورغا. سوني راحت من هون للبيت لحتى تجيب الأكل، خليها تشوف فير شوي. ليش ما بدك تشوفه؟ أنا ما بدي تشوفه؟ سوني هي اللي عم بتحاول دائماً تمنعني شوف ابني. لا تفكر يعني إنه وجود سوني جنب فير رح يخليه طيب ويطلع من المشفى بوقت أسرع. إذا كنت مفكر بهذا الشي يا ريت تتذكر دائماً إنه حب الزوجة مستحيل يكون أكبر من الأم. أنا ما قصد أجرحك أبداً، بس القصة إنه سوني بتحب ابن كفير مثل ما بتحبي أنت يا دورغا. خليهم يقضوا شوية وقت مع بعضهم، هي بتكون مرته وما أنا غريبة. الكلام اللي عم يقوله أخي صح يا مرت أخي، سوني اللي عملته هو اللي خلى فير يطيب بسرعة. وإذا قعدت سوني مع فير أنا متأكدة إنه رح يتحسن أكثر وترجع له صحته بوقت أسرع بكتير. بس لأنه طاب ابني هلأ أنتوا نسيتوا كل شيء؟ نسيتوا أنه السبب الحقيقي ورا اللي صار ومرض ابني هي سوني ورا؟ صار كل هالشي مع ابني لأنه حاول يحميها من إرهابي ما منعرف شو بده منه. وهلأ كل اللي بدي إياه